أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتك سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
سلام عليكم. وقال لهم خزنتك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله يا رب العالمين. وقيل الحمد لله يا رب العالمين. وقيل الحمد لله يا رب العالمين بسم الله الرحمن تنزيل الكتاب من الله.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن حميم تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم شديد العقاب حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. صدق الله العظيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به
الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وعدهم ومن صالح
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن الذي وعدتهم جنات عدن الذي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز صدق الله وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفوز العظيم وذلك
إن الذين كفروا ينادون لمكت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فالحكم لله العلي الكبير قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا صدق الله العظيم.
فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح
من أمره على من يشاء من عباده. وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا صدق الله العظيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات من عباد على من يشاء من عباد على من يشاء ليُنذِر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله رفيع الدرجات رفيع شيء
لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة والظالمين أعد لهم عذاباً
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، يا رب ارحمنا بالقرآن، اجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، زيننا بزينة القرآن، اشف يا رب مرضانا ببركة القرآن.
الصحابة والتابعين وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغ ثواب ما طرحناه إلى روح فقيدتنا. اللهم اغفر لك وارحمك عافك يا رب واعف عنك اكرم يا رب نزلك وسع يا رب مدخلك اغسلها من خطاياك بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلها من اصحاب اليمين في سدر مخضوط وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم شفع فيها الصلاة شفع فيها الصيام شفع فيك القرآن شفع فيك سيد الأنام. اللهم لا تحرمنا أجرك ولا تفتنا بعدك واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. قلوب لدى الحبيب الدليل ومع جهاز شهيدنا دليل فأما دليل إذا زقت محمدا سال الدموع العاشقين جسيم. أيها السادة أيها المستمع الكريم بالعقل والروح نور للسرور وشفاء للقلوب أما هذا هو كلام الله الذي تلاعلم سمع حضراتكم دلالة صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ أجيل الرويقي القارئ ومقيم مركز الحديث ونور صوت وضوء وفراش حديث كورة التي رتيت ورتيت تحت إدارة المعلم عصير صغر بركات وخاطر المحل الرئيسي في قرية الكفراء والعطرة اما المحل الثاني في قرية الشباب والمزارع دمامور كل ما تقدمه بالعزاء فكان لكم من جزاء عصايا مشكورة.